سايب الشغل وقاعد بتلعب. يلا ما انت طبعا الشغل مش على بالك. ايه دول ده انا بص ده انا لسه غالب نفسي دلوقتي الدور، انما ايه سقع يا تغالب نفسك ايه سايب الشغل وقاعد بتلعب. يلا ياد ما تشوف شغلك. يلا لا شغل ايه دول بقى، ما الشغل مريح يا دول. مريح؟ لا فعلا فعلا مريح. ده احنا بقالنا اشوف كام جزء لغايه دلوقتي ما بعناش تمثال واحد. منك لله منك لله. يا دول والله بص بقى، فانا قلت بقى بدل ما انا اريح انا كمان كده وانا اشغل مخي. شغل مخك؟ اوعالة اوعالة تعمل حاجة زي كده، يخرب بيتك انت عايز تموت يالا. ايه ده ليه دولة؟ الواد فتلة هو اللي قال لي كده، هو ان الواد الحيوان ده كان عايز يبوظني يا ابني انت اساسا. وبعدين ايه اللي بتلعبه ده؟ انت موقف العسكري فوق الطابية ليه يالا؟ ما كان هياكل. ولا اوعى تسمع كلام حد يالا وتشغل مخك يالا، ده انت تموت على طول. لا يا دولة بجد لا شيل يا دولة، شيل البتاع الطاولة دي من قدام عينيا. ده انا ايه ده؟ انا مشيت ورا خطوات الشيطان. الطاولة من الصبح وعمال بتلعب وفاكرها طاولة؟ يهبل يهبل، دي دومنة يهبل. شيل ده انا كنت هروح في شرب الكازوزة. روح في شرب الكازوزة صح. شيل واوعى تعمل كده تاني يالا، على الاقل تشوف الشغل اللي انت بتشتغلوش ده تعمل حاجة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ايها المؤمنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله. زبون يا دول زبون. اهلا وسهلا تحت امر. انا يا ابني عمك زغلول الدافع. عمي زغلول؟ انا ابويا ما قاليش ابدا ان عنده اخ اسمه زغلول. عموما اهلا وسهلا تحت امر. اهلا بيك يا ابني. قل لي يا ابني انت ما عملتش خير من امتى؟ عموما لو حضرتك عايز اي بضاعه انا تحت امرك يعني، وههاودك في الساعه. انا مش عايز حاجه ليا، انا عايز لده. الصندوق ده هو اللي عايز مسمارين ولا ايه؟ دول هو ده صندوق الدنيا؟ اخرس انت يلا ما نشوف الصندوق عايز ايه. عايز ايه يا صندوق؟ ده صندوق الخير، عايزك تطلع اي حاجه من جيبك لله وان شاء الله ربنا هيكتب لك بيها ثواب. والله يا عم زغلول انت اللي تكسب فيا ثواب لو مديت ايدك في الصندوق ده واديتنا اي حاجه. الحاله مريحه زي ما انت شايف اهو. حاشا لله يا ابني حاشا لله. ده المبلغ ده احنا بنلمه علشان اجره الحنوتي. في واحد مات النهارده الصبح، لمينا 1000 جنيه وفاضل 500. 1500 جنيه اجره حنوتي ليه؟ 1500 ده وافق عليهم بالعافيه. هو في حد لاقي حنوتيه اليومين دول؟ ليه يعني بيعمل ايه الحنوتي ده؟ هو يا دوبك يحفر ويردم وخلاص. يا دولا يمكن ال 1500 ده اللي هما تدولا اشتراك للعيله مش لواحد بس يا دولا. ده لنفر واحد، نفر واحد ده وافق بالعافيه، جرست عليه بالتليفون لحد ما رضي بال 1500 جنيه دول. ايه ده حنوتي عامل دعايه؟ حنوتي الامل. امل ايه بقى يعني؟ وبعدين في حد يعمل دعايه وبالعربي وبالانجليزي كمان؟ يا ابن الحنوتيه دلوقتي بقى عمله نادره، ده بالحجز. بالحج زي الفرح بالظبط. حجز ايه يعني؟ انا مثلا يجيلي شويه انفلونزا احجز عند حنوتي اذ ربما؟ يا دولا وبعدين العربون بقى لما تخف يقوم واخده بقى يقولك دي الحلاوه، احمد ربنا انك عايش. خلصني بقى يلا طلع الفلوس وحطها في الصندوق عشان نخلص. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي. حط الصندوق هنا يا ابني. اتفضل يا سيدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ منش فريق من الصبح وفي الاخر تدفع 5 جنيه يا ساتر. طب بلاش هات هات هات. احسن من عينيك. اسكت، ده انت ربنا هيفقرك كمان وكمان ومش زبونه هيدخل لك ان شاء الله. شيل يعني الصندوق لفيه يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبرعوا لدفن المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان. صدق يالا يا رمزي فكره. فكرة ايه يا دولا؟ اروح الحق واخد الخمسة جنيه؟ لا 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 لا، فكرة شغلة الحنوتي. والله ممكن ممكن جدا. وبعدين بالنسبة للصنعة نفسها معانا الكارت بتاع الحنوتي اهو، نكلمه ونفهم منه الصنعة كما ينبغي. الله يا دولا. طب بص بقى، ابوس ايدك يا دولا علشان خاطري. ها علشان خاطري عايز اشتغل معاك مساعد حنوتي يا دولا. انا عايز ابقى جنبك على طول. بص انا زهقت من البازار دون وما بقاش ياكل عيش. البازار نفسه هو اللي زهق منك يا ابني. انت طبعا هتبقى معايا مساعد، مش دي القضيه. المشكله كلها بقى في البيت عندي، اقنعهم ازاي؟ رانيا مسافره مفيش قضيه، لكن بقى ماما واختي ودول هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ من ايدي ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي، ده انا خلاص بقيت قرب الشوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك، هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين هم ينفعوها. يو 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 انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظاكي في ايه؟ حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده، قولوا لي ايه هي؟ هتشتغل في اوتيل كبير قوي قوي قوي
قوي، 5 نجوم وفي الاستقبال، صح؟ آه هو صراحة يعني يا ماما مش الاستقبال، هو الوداع يعني. وداع وداع، شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركة طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع، لا انا شغلتي عكس الجو، انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى هتقف في انهي محطة عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحة يا سناء هتبقى المحطة الأخيرة، وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزارة الآثار وتحفر بقى وتطلع الآثار، صح؟ هو انا يعني شغلنا فيها حفرة بس ما بطلعش، انا بحط واردم يعني. يا ابني ما تقول، هي فزورة. هي شغلنا اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه، مش في اليوم تحديدا يعني، في الحتة ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثة كده يعني. عم الأمور، عم اللطيف، خلص وقولي الشغلانة ايه؟ قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء، الشغلانة فعلا ليها علاقة بعملية قطع النفس دي. الله، ما تقولي يا ابني قلقتنا. صراحة يا جماعة انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما انت اتجننت يا عادل، انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه حماتي عارف قلت ايه، حنوتي. يا خبر اسود، لا تكون الشرب اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجة، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجأة هتشتغل حنوتي؟ فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعة افهموني كويس، الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب أكتر من الدكتور نفسه. جامي جامي يا عادل، أنت مش فاهم أنت بتقولي، أنت كده هتدفن أحلاماتنا بالحياتس. يا جماعة دي شغلتي، الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي يا حماد، انتوا قلقانين من ايه؟ يا ابني ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة انا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضع طبيعي والتطور الطبيعي للبني ادمين ان هم يموتوا، اما يموتوا هنعمل لهم ايه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ انا بقى ان شاء الله. يعني انا دلوقتي اقول لاصحابي ايه؟ اقول لهم ايه طيب؟ انت على فكرة لو اشتغلت حنوسي انا ممكن اروح فيها. بس كده ضمننا اول زبون، روح منور والله. اهلا يا استاذ عادل، احب اعرفك ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دولة حبيبي، حنوتي المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى، حضرتك تشرب ايه يا معلم، انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا 2 عصير موز. 2 عصير موز، تحبوا حضرتك سادة ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي، موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت، عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دولة. 3 موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه، وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانية فاضل لها 2 ساعة وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات، ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحنوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم. انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار، بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول، لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حنوتي فرحوا جدا، وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا يعني، ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هتفينك دفنه يعني، تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. طب بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني، بس زي ما احنا قلنا يعني عادي، الموت علينا حق. طب بص بقى عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حنوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول برابنت. اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك عشان ده اللي هيعمل لك الدعايه الصح. واحد من قرايبي. ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله، واكتب بقى للذكرى الخالدة مثلا ولا حاجة؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبة لي انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب. لابتوب؟ لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين ده انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. ماشي. انا حنوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنة وكيف تتعامل مع الحتت. بس الكتاب ده مش ببلاش، ده بمية جنيه تمن الكتاب والعطلة. لا قوي 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 عناية يا معلم، يا سلام، يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. ما نشتري 2 يا دولة. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه ايه عشان لو جه حتتين؟ ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى.
وش حلو عليك، انا شامم ريحه شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصه. معقوله اوام كده؟ اوام اوام يعني ولا خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح ان انت خبير، يعني حتى الفيل اللي انت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. راح فين؟ راح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن ايه؟ ندفن ايه؟ ندفن اللي ورا دي. لا يلا هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ربنا يسهل لك يا دوله. ايه كلنا لها؟ شد حيلك امال، ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادر اصدق انه خلاص انتهى. راح راح. ايوه ما ما دام ماتي يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس بقى في حياتك يعني. شد حيلك شد حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حنوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله اظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح. هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله، ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلبه راح وخلصنا منه. عاجبك بوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البدايه كده. انا عن نفسي بدات بالقطط. انت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك وهو اللي هيعمل لك دعايه وتسويق. ماشي انا هروح اشوف اي حد من قرايبي، ولو ما لقيتش السلام عليكم. ادايب لوجه الله. يا جماعه انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحه دي؟ فضيحة ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده، ده لبس مساعد حنوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حنوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنق، ده انا هموت من الفرحه. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحه دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجه، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، يا مش كده؟ هذا ولا يا لا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه؟ انا عايزكم بقى في حاجه ثانيه خالص، انا عايزكم يا جماعه تساعدوني ان الاقي اول زبونه ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمه يعني؟ عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بيه حياتك؟ لا لا انتوا لسه، بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره، اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا. انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي. فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميلها في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا، انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. زرعت الميكروفونات في كل حته في القهوه. لا ما تقلقش يا كبير، كل الاجهزه متنطوره في القهوه كلها. ماشي وريني السماعه اسمع كده. اسمع يا كبير. والله العظيم الولا رمزي ده صعبان عليا قوي، على طول يشتكي من ابن عمه عادل اللي مشغله عنده، وبيقول عليه مفتري. انا مفتري؟ يالا ايه ده، قطع لساني اللي يقول كده هون يا دوله. قال كده بتسيح لي عند الناس كلها. يالا هو مش كلها قوي يعني يا دوله يعني. ماشي ماشي. بس 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 شكلهم جم. يالا يالا اسخب اسخب اسخب. الزحمه اللي في البلد دي، كنا نتاخر على ميعادنا، ولا توك توك عايز يوصلنا؟ على العموم احنا في ميعادنا،
وصبي المعلم ابو عيسى قال لك هنعرف ازاي؟ قال هيحط ورده حمراء في ديل الجلابيه وهيجي هنيه دلوقتي عند الغروب. غروب هو ميعاد عاطفي؟ مساء الفل يا رداله. مساء الفل، انت صبي المعلم ابو عيسى؟ ايوه انا غراب، ام مولود على ثلاث حدات وبومه. وزي البومه تعبانه شويه. المعلم هيقابلنا ميت عشان نتفق. عم نول الساعه 6. عم نول الميعاد بقصر رجعي. تمويه يا اخبيه، انا نفسي معرفوش. طب هنعرف كيف المعلم ده؟ احنا ما قابلناهوش قبل كده. يا صبر القاتل على المقتول كان سلم نفسه. انا بقول لك ان المقتول سلم نفسه، الحكايه دخلت في الجد. يلا على العموم احنا هنا كل يوم، اهم حاجه تكون معاكم الفلوس وكلمه السر. ها خلاص انا هشيل الفلوس وانت هشيل كلمه السر. ايه حكايه كلمه السيرك دي؟ ابراهيم ما قاليش عليها. يالا ما هي سيرك بقى دوله يعني. بس بقول لك ايه، انا عايزك تسجل كل كلمه بيقولوها. ها وركز معايا عشان كده هتوديني في داهيه. حاضر يا دول. اهو الكاسيت، اهو الزرار الاحمر هتدوس عليها هيسجل على طول. حاضر يا دول. ماشي كده عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه ولا عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجه. اهو يا دول. ما علوش حاجه. معلش يا دولة، معلش. خد يا عم ده انا تلميذك، جرب اخر شريط كده هتلاقيه فريرة. وريني يا سيدي، انا بس غلطان اني اعتمدت عليك. الله الله. حلو. يا ابني انت فرح يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دولة، مش لازم اسيب بصمتي يا دولة؟ على اساس ان انا خبير بصمات يعني هعرف ان دي بصمتي؟ يعني هعمل بيها ايه بصمتك؟ انا مش فاهم. انا شغل 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 بس يا دولة. شغل شغل. ماشي ماشي اما اشوف. الاثنين ساكتين ما بيقولوش حاجه، ما بيقولوش حاجه، ولسه ساكتين، لسه قاعدين ساكتين الاثنين. يا دي انت بتعلق على ماتش. يا لا بتعلق على ماتش. ايه دول يعني؟ كنت اسيب بقى الحته دي انفضي في الشريط اللي احنا شارينه ولا ايه؟ تقوم انسني بصوتك يونسني يعني وانا بفرغ الشرايط. تخرب بيتك. يلا يا عادل ما تسمعنا بقى، عايزين نعرف النهايه. احنا قاعدين ورا متشوقين. يا ابني سمعنا بقى. ايه يا جماعه، هو انا ايه ده؟ فيلم عربي قاعدين كلكم مستنيين يا اخوانا؟ دي شرايط تجسس والتصنت، لازم الواحد يبقى حريص فيها ما يسمعهاش لاي حد يعني. يا بيبي يلا بقى، احنا كلنا لافه عشان عايزين نعرف العصابات ازاي بتقوم بعمليات الصفقات المشبوهه. ما تشغل الشريط بقى يا ابي وخلاص. حاضر حاضر، على اساس ان انا يعني بسليكوا وبحكي لكم حدوته قبل النوم. الله، ما تشغل يا ابني الشريط بقى. حتى انت كمان يا ماما. حاضر هشغله. حاضر. ايه ده، الشريط خلص ولا ايه؟ ما اصل يا دولة بقى كان في اخر الشريط الحته دي. طب وما قلبتش الشريط ليه؟ ما انا بقى ما رضيتش اخرجه بقى من بره الكاسيت بقى يا دولة. خايف تخرجه بره الكاسيت هيجي له برد. انت على طول تبوظ لي كل حاجه كده. يا عادل عادل ارجوك يا بيبي، اوعى اوعى تلجا للعنف. هو اللي يلجا للعنف دول يطحنوه. لعلمك بقى سناء، انا ما اخشش عمليه ابدا وكون خسرانه، لازم ابقى واثق من العمليه قبل ما ادخل فيها. يعني هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم ادور على الراس الكبيره، لان انا ما يهمنيش التجار الصغيرين. اوصل للراس الكبيره اسلمه واخد المكافاه، يبقى صاحبي 100 100. طب ما تبلغ يا ابي وتخلص. ابلغ؟ لا، وصاحبي تضيع عليه الترقيه والمكافاه؟ استحاله، مش انا الند اللي يعمل كده. وبعدين لعلمكم بقى، انا طلبت معايا لاول مره في حياتي اعمل حاجه لمصر. مصر عمري ما عملت لها حاجه قبل كده خالص. طب افرض حسيت لمؤاخذه انك هتتهزق؟ هنسحب فورا، مصر فيها 80 مليون، اي حد يعمل لها حاجه بقى. اهم حاجه بس يا اخوانا اوصل لكلمه السر. ولما تعرف كلمه السر هتعمل بيها ايه؟ وهتعرف بقى كلمه السر ازاي بقى؟ ان شاء الله هتقعد مع العصابه تقول لهم والنبي والنبي قولوا لي كلمه سر. ما تعملها، ما انا عارف دماغك. انت اللي عارف، انت اللي عارف دماغ. انت فيك دماغ اساسا. يام ايه سونيا مالها؟ طب وديتها الحكيم ياما ولا لا؟ وجبت لها الدواء؟ ما تستخسريش فيها حاجه ياما. مش عايزه تاخد الدواء؟ لا لا انا مش قادر اصدق، مش قادر أصدق. انا جاي بنفسي يا اما. لا جاي جاي لك يا سونيا يا اعزي حبايبي حبيبه. جاي سونيا. مين دي يا رمزي؟ امي يا دوله. ماما سونيا دوله، انت ما تعرفهاش؟ امي في الرضاعه، الجاموسه اللي رضعتني. الجاموسه امك؟ ودي ايه، جالها جنون البقر ولا ايه؟ يا دوله تف من بقك يا عم،
لا دول هي عندها اكتتاب نفسي بس. اكتتاب نفسي ايه يا هبل؟ الاكتتاب ده بيبقى في البورصه، اسمها عندها اكتناب نفسي، والاكتناب ده بتلاقي المريض بتاعه بيبقى ماشي على جنب كده. ايوه صح يا دول، هي بالظبط كده، هون مكتنبه كده، هون لوحدها في الزريبه ومش راضيه تتكلم مع حد ومش راضيه تخرج او تتفسح مع اصحابها. يا دول تتفسح مع اصحابها فين يا العادات والتقاليد بتاعه البلد؟ اصحاب ايه؟ تخلي امك الجابوسه تمشي دي. لا 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 لا، ده احنا بلدنا بنفخر ان البلد الوحيده اللي رفضت ان البقر بتاعها يطلع على علب السمنه. يا دولا اصل انت مش عارف يا دولا، سونيا دي عندها اكتناب نفسي بسببي انا، دولا انا اللي مزعلها يا دولا. اكيد طبعا مفيش موبايلات بقى مقصر في الموبايلات مثلا، ما بتكلمهاش في المناسبات ولا ايه؟ لا يا عم، انا عيد الاضحى اللي مات رحت بقى علشان انقذها من ايد الجزار المفتري دهون من القرمه دي، ومن ساعتها دول انا ما زرتهاش ولا شفتها. لا لا لا، ما انت برضه غلطان يا رمزي، فين يا ابني صله الرحم او صله اللحم مثلا؟ ما هي علشان كده يا حبه عيني يا دوله خدت في نفسيتها كده وشالت كده وحطت وماشي عماله تقول وسط البهايم في البلد كده ان انا ابن عق يا دوله، وهي حقها بصراحه دوله، وعماله تقول لهم ان انا ما استحقش ال 35 لتر لبن اللي انا رضعتهم منها. رضعت منها 35 لتر لبن؟ ده امك بخيله قوي. يلا دوله، انا عاوز استاجزك في اجازه. خد اجازه. عايز اجازه مرضيه كده هون اسبوع واحد بس يا دوله، اربع ايام وهتلاقيني هنا هون قدامك. لا ما دام الاسبوع بتاعك اربع ايام اتكل على الله، بس هخصم منك الاسبوع كامل. طب وليه لازمتها بس الخصوم دي يا دوله؟ بص اذا كنت انا بقى يا عم هجيب لك البديل. البديل؟ اوعى تقول لي بقى حته وفتله وابره والعيال دي، انا ما بستوعبهمش يا دوله. هم اصلا ما يستنضفوش يجوا يشتغلوا هنا يا دوله، ده اقل واحد فيهم بياخد مرتب اكتر مني 10 مرات يا دوله. امال هجيب مين يعني؟ الاستاذ فهمي اخويا. الاستاذ استيستو على طول؟ فهمي مين يا ابني؟ ده احمر منك يا دوله، ده كان مسافر بلاد بره علشان يكمل علامه يا دوله. تقول لي احمر منك يا ابني؟ يكمل علامه ايه؟ اكيد مسافر بلاد بره بيعملوا عليه ابحاث وتجارب ويشوفوا الغباء اللي عنده ده يستفيدوا منه مثلا، ممكن يعملوا عليه القنبله الغباويه اللي هيدمروا بيها القريه الذكيه. بص بقى يا دوله، هو ده اللي عندي بقى يا عم، الاستاذ فهمي جاي ياخد اجازه فكتر الف خير، وهخليه يجي يشتغل هنا هو مكاني في البازار يا دوله، واروح انا بقى اشوف ماما سونيا يا دوله. لا وبعدين انا محتاج كل ملين في علاجها، احتمال كده هون ان شاء الله اسفرها خارج البلاد تتعالج. سفرها خارج البلاد؟ ايه هتوديها الفيوم على نفقه العمده يعني؟ مش عارف ولا مش عارف والله، قلبي موشوشني عليها. ايوه صح، سمعت قلبك وهو بيوشوشك. صح صح، اتكل على الله بره. طب وبالنسبه للاستاذ فهمي؟ اتكل يا ده على بره. ايوه الاستاذ فهمي بره يلا هيشتغل مكانه. يلا يلا يا يا بدوي. مع مين يا استاذ رمزي؟ خد الكوكتيل ده وهات لي كوكتيل تاني. ولا كوكتيل تاني ايه؟ احنا اساسا متفقين هنيجي نشرب اتنين شاي، انت شربت كوكتيل، انا متفق ان هشربك شاي وهدفع لك ثمنه. خلاص يا دولا انا هطلب يا عم شاي بس بعد الكوكتيل، والنبي دول انا بحبه. ماشي اطلب اللي انت عايزه، وشوف مين بقى اللي هيدفع لك. ما انت كل مره بتدفع بقى كده كده يا معلم. ميكروباص تبعت لي الطلبيه مقروص منها 10 وقيات من المخدرات. ايه دي دواقتي؟ كنت بدوق الصنف. الا بتدوق ولا بتحف ولا بتخنصر؟ يعني ايه؟ انت بتشكك في ذمتها معلم؟ بصراحة ثوابك دل عليك، ده اخر مرة عملتها مع امبراطور البانجو المعلم جاكسون كاراتيلا. ولا هو جاكسون كاراتيلا ده اخو نيلسون مانديلا؟ يمكن ولود عم يا دولا زينا كده. يا ابني احنا مفيش حد زينا. يالا دولا التجار دولا التجار ايه دولا؟ انا حاسس ان شكلهم مريب كده، يمكن تجار انابيب فاضية. انابيب فاضية؟ ليه بيملوها كوكتيل؟ اخر الكلام، مدام قطمت عليا من البضاعة انا مضطر اقطم عليك من الفلوس يا كروديا. يبقى انت كده بتقول شر اشتراك. المعلم ميكروباص ما ينقص من حقه جنيه واحد. انا كده بقى انا هخلي الدم للركب. وريني فاهم يا مترو، قصدي يا توكتوك. تعي تعي يا راجل، اخر مرة عملتها مع جاكسون قتلك اتنين من رجالتك وانت مستخفي مستخفي بطرحة حرمة. يا نهار اسود، انا بجد قوي بقى. يلا بينا يا حيوان. حلو قوي يا دولا، انا قلبي حاسس ان هما هيدبوا في بعض نار دلوقتي. قلبك ده يا رب يقف عشان يبطل يحس تاني. يلا يا دولا فرصة، يا دولا هيضربوا بعض دلوقتي وهتبقى زحمة يا عم، وبعدين نقوم نافدين بجلدنا ما ندفعش حق الكوكتيل. انا هطلب اربعة تاني. اسكت اسكت كده، هندب ببعض يا ميكرو ونفرج علينا اللي يسوى وما يسواش. يلا بينا يلا بينا لينا وكر نتكلم فيه. محدش هيمشي من هنا لما اخد حقي. طلع الفلوس يا خيال. كده طلعوا السلاح يا رجاله. حي
حلو يا دولا حلو. ولعت ولعت. بس بس يا نهار ابيض. بس بقى بس. يلا بينا نكمل عركتنا عند مسلحان عبير العاميه. يلا بينا. الحمد لله البوليس وصل في الوقت المناسب. الحمد لله. اثبت مكانك. المكان كله محاصر. اي حركه هضرب في الكوبايات. حضرتك الكوبايات ما عملتش اي حاجه. انا قاعد من الصبح يعني وشاهد. اخيرا وقعتم في ايدي. اقبض على العصابه. ده عصابه حضرتك. العصابه لسه خارجه وقال لهم يا الله على مزلقان عبير. اخلص يلا اقبض عليهم. حضرتك احنا بعمل. انت فرحان؟ فرحان مش هندفع حق الكوكتيل يا دول. يخرب بي زغرت جورج بي زغرت انتصار بتزغرت انعام بتزغرت ظابط بيشخر. دول انا بحب مصر قوي دول. اخطب لك بعدين الظابط نام. يلا بينا نهرب. يلا ما تزعقش يا دول اصل نقلقه في نومه يا عم. يا غبي احنا عايزينه زي ما هو نايم. احنا دي فرصتنا عشان نهرب. يلو يا دولا. طب افرض صحي دلوقتي وما لقيناش هيعرف ان احنا هربنا. اول ما نثبت براءتنا ونشوف خياله وميكروباص ده نبقى نيجي نصحيه ونجيبهم له. يلا طب نسيب له جواب. طيب يا دول امشي ما تفكرش. ما تفكر. اوعى تخبط في العسكري. اوعى ده ما حدش يعرفنا. اقعد اقعد. ده انا معرفتكش يا دولة. الشاول واحد كوكتيل ياد يا بدوي. الله الله الله. انت عرفنا بلدينا شفتنا قبل كده يا ابوي. ده انت صيتك واصل عندينا لحد بحري. يا نبي الجبلي الجبلي ما توديناش في داهيه. وعندك بقى عشان تجيب مع واحد كوكتيل لذئاب الجبل. قالوا علينا ديابة واحنا ناس غلابة. ديابنا واطي خنري حكيتنا عرب وطاطر. احمد عزيز اقعد. وبعدين ايه الكوكتيل اللي انت طالبه؟ في صعيده بيشربوا كوكتيل. ايوه يا دولا دلوقتي الصعيده اتمدنوا يا دولا وبيشربوا كل حاجه يا دولا. يا عم دول شايلين موبايلات دلوقتي. يعني احنا نخلص من البوليس هتوقعنا مع الصعيده؟ الصعيده دول اجدع ناس يا. ايوه دولا ما انا منيهم. منيهم. يا عيني يا صعيده. لو سمحت أمرنا يا باشا. سيفو بلي واحد شاي فتلة مع نقطة لبن باردة. وأنا عاوز واحد كابتشينو رغاوي. وعندك واحد شاي فتلة مع واحد كابتشينو البهوات. خدت بالك بهوات ده أنت على إيدي بقيت ميكروباص ياعي يا معفن. إيه بقى؟ بس البدلة التنكرية الجديدة دي ليها هبة برضو. وعمر الحكومة ما هتشك إننا نقعد في نفس المكان اللي هربنا منه. خير شفت يالا يا رمزي. ولا رمزي. ايوه يا دولا. يالا عادي عادي. هم دول يالا خيال وميكروباص. ايوه يا دولا هم وميكروباص ندف يا دولا باين عليه خدوا الشندوكو. نقفشي يا غبي نقفشي. احنا الاول هنستدرجهم في الكلام. اصبر اصبر. وبعدين يا خيال السوق نايم والبوليس صاحي وكده البضاعه هترنخ عندنا. ياه وبعدين يا معلم دحش. لا طب وليه الغلط بقى دولا كده بقى؟ غبي يا غبي ده اسمك اسمك. وبعدين يا معلم دحش هنعاود على الصعيد تاني من غير ما يكون معانا ولا حتة مخدرات قدك. ده الشباب هناك بيتمرمخ في الأرض. آه قلبي معاك يا معلم بغ. مش معنى تقصيري جحش ولا قدك. ماشي ماشي أما ناخد بس براءة هفرجك. الشباب عندنا في الصعيد عم بيطحن الجوالح ويشمها. سمع اللي انا سامعه يا خيال. طبعا ولا في الخيال. زبونين غشم وسق ومش هيعرفوا ان البضاعه خنتاريش وكبس طرابيش. مرحبا يا بلدينا. اهلا اهلا يا بوي. تفضل اقعدوا. منين في جبلي؟ اي حته في جبلي انا فيها انا والدازمه دي. ابو زيد كيف؟ الكيف خرمانين يا بوي خرمانين. مفيش ولا حتى وجيت حشيش. تقدر تحمل كام يا ولدي؟ احمل قد ما تقدر تتديني. الدحش مودود هيشيل على طول. الله يخليك يا معلم بغي.
بحري ولا بري؟ ولو كان بحري لازم تلبسه مايوهات. عموما الدحش ده عارف طريق المطرح، كل يوم رايح داي عليه. هاتوا البضاعة بكرة في نفس المكان والساعة 5 بالظبط، هتلاقيني أنا والدحش ده مستنيين. تمام يا معلم، تمام، اتفقنا. اتفقنا. قالوا علينا غلابة واحنا يا ناس ذئابة، يا مغنواتي غني. دولا يا دولا، ده رابع كوبايه يا دولا. ايه ده، انا اول مره اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي، ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك. يعني المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده؟ مش عارف اقول لك يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني، لا تعايرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي، فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم الباشا. باشا الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1+2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها وريني كده. 1 في 2، 1 في 2 بقى 1 في 2 بقى 1 في ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني، وخمسة يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا لا يا باشا، 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دولا، 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل، مش 5 كوكتيل؟ انا 1 ودولا 4، والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في الخمسة ب 15 جنيه بس يا دولا، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش يا عادل، يبقى حسابكم داخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكم حالا اهو. ولا يا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول، انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين كل اللي عملته في حياتي يضيع في شحنه موبايل؟ يا دولا معلش، ما انا قلت لك يا دولا غير رقم تليفونك وانت اللي ما سمعتش كلامي. غير رقم تليفوني؟ يا نهار اسوح يا ابني، يا ريتك كنت موجود ساعه الغساله ما ضربت، كانت شفطت مخك غسلته ورجعته لنا مثلا شبه نظيف ولا حاجه. يا ريت يا دولا، يا ريت. معلش يا حبيبي، معلش يا دولا، وبعدين ما ضاقت الا لما وسعت يا دولا. بص وسع من قدامي عشان عايز اشم هوا، كفايه الاجهزه اللي ضاعت عندي، ده كل حاجه ضربت في بعض. يا دولا ابعد عني خالص. استاذ عادل ما تعترضش على اراده ربنا، الله جاب الله خد الله عليه العوض. الله خد رمزي يعني معروفة طبعا. هعمل ايه هعمل ايه طيب يعني؟ وبعدين يعني اتصرف ازاي في حاجة زي كده؟ ده بقولك كل الاجهزة اللي عندي ضربت، ما عنديش ولا جهاز واحد سليم، هعمل ايه؟ معيش فلوس. مشكلتك يا استاذ عادل ان انت بتتعامل معايا انا على ان انا قهوجي، بنزل قهوه وشاي بس. لا ما انت بتنزل ينسون وبتنزل كوكتيل، حد قال لك حاجه؟ مش قصدي يا باشا، انا قصدي ان انا احب اريح الزبون، وياما ياما بعون الله حليت مشاكل وعالجت زباين كتير قوي. يا دي حته انت لاقي تاكل اصلا علشان تسلفه فلوس يعني؟ يا ابني وهو يجيب اجهزه ليه اصلا؟ امال اعمل ايه يعني يا فكيك؟ انا اقول لك يا باشا، بدل الثلاجه قلتين، واخد بالك؟ بدل الغساله تشطير، بدل البوتاجاز وابو ريه، بدل التلفزيون. اعمل ايه حلها دي؟ مش عارف يا باشا، عجز عقل عن التفكير في دي. دول انا عارف، على فكره انا عارف. قول يا خاربها. بدل التلفزيون تلفزيونين. على اساس من كل حاجه اتنين هو قال كده، فانت ولا اي زيطه جاي فيها، مش عايز اسمع صوتك خالص. وبعدين حتى لو انا نويت اجيب الحاجات دي اجيبها منين؟ ما حدش بيبيع الحاجات دي خلاص. يا باشا طلبك موجود، عيب. ده انا حته برضو المعلم ميمون الرجعي، وده تليفونه اهو وعنوانه كمان. ميمون الرجعي؟ مفيش ميمونين؟ يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دول ايه ده، ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجة دول، والله مفيش حاجة. مفيش حاجة ايه؟ ما انا شفت يالا اللي في ايدك التانية. لا دي انا مفيش اهو. يالا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يالا؟ ما تحرجنيش بقى دولة بقى. ايه يالا بتبع جوابات غربية يا ده رمزي؟ لا يا دولة استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا يا دولة هو غلط لو انا يعني حبيته، ما قلتلكش، انت اول واحد تعرف يا دولة.
امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده يا دولا؟ يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت. يعني مسابقات؟ بتبعت لمسابقات؟ ده رمزي ده من زمان قوي قوي يا دولا، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي. تخيل يا دولا، مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟ طبعا انا دولا. ما بتستعينش باي حد يعني خالص؟ وعشان كده ولا مره كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، اول حاجه هعملها ان شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي؟ وايه كمان؟ واشتري كمان يا دولا بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى بطل نوم البازار ده اهو. وكمان بيت زي بيتي؟ اه. وايه كمان؟ وعربيه، عربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دولا. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دولا، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ اه رمزي، روح على المخزن نظفها يا رمزي. شوف شغلك يا ابني. ليه دول ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دول. سيداتي انساتي، اهلا بكم مره تانيه في برنامجكم المفضل غرائب البني ادمين. معانا مكتشف الحاله استاذ عادل. استاذ عادل، يا ترى حضرتك ازاي اكتشفت اني استاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني حضرتك يعني انا صراحه اكتشفت شويه اكتشافات. اول حاجه بالنسبه لان هو بني ادم، يعني حضرتك احنا من وهو صغير ما كناش بنتعامل معاه ان هو بني ادم، لغايه اما كبر شويه ابتدى يظهر له ايدين ورجلين، فقلنا ايه ده، بني ادم ولا ايه؟ فلقينا ان هو شبه بني ادم يعني. ده اول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الاول. طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم من الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات يعني. زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه بتاع، بيلاقي مايكروويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي مين ايه؟ انت يا غبي انت استاذ رمزي. استاذ رمزي، يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا، من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل. رمزي. نعم يا دولا. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عينيا يا دولا. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولا. حاضر. خلاص يا دولا شحن شحن. شوف حضرتك بطارياتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير، ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو 50. يلا اللي بعده. استاذ عادل، احنا عايزين رمزي يوم الخميس عشان نورنا فرح في المطريه. فرح في المطريه حضرتك عربون 1500 جنيه. اتفضل 1500. شكرا. اللي بعده. في ماتش كوره مهم جدا في مركز شباب التبين وعايزين. معروف طبعا، عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. ايه يا رمزي في ايه يالا؟ الحانه دول في ايه؟ الحانه مش حاسس ان انا فصل. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل شحن خالص. الشاي بتاعك اهو دول.
معقوله؟ هو الكتيب ده بيحكي عن ايه؟ ده راجل مستحيل ده. انت ده راجل مستحيل، لان مستحيل حد يصدق ان حيوان زيك لسه ما انقرضش لغايه دلوقتي. طيب يا دولة يا عم، ده انت تبوس ايدك وش وظهر علشان انك عطرت فيا. انا يا ابني مش عطرت فيك، انا كعبلت فيه. يا دولة يا دولة، ما قلتليش الكتاب ده بيرغف ايه يا دولة؟ ما تمدش ايدك على الكتاب، ولا ما تمدش ايدك على الكتاب. الكتاب ده يا سيدي بيرغف الرومانسية. طب وده اسمه كلام يا دولة؟ طب ما تتعلم يا عم حاجة تانية تنفعك أحسن يا دولة، يعني تعلم كيف تركب الخيل، كيف تركب الحمير، كيف تركب الجواميس. انت عايزنا اتعلم اي حاجه تتركب يعني؟ عايز تشغل انت قرايبك وخلاص؟ ايوه يا دوله، بص افهمني، خد من ابو الرماميز يا عم. الرومانسيه دي يا دوله في الراس مش في الكراس. يعني ما يعني مثلا عندك عنتظه بن شمام. مين عنتظه بن شمام؟ عنتظه بن شمام لا ده معروف قوي. مال؟ ايوه يا دوله، ده ولا كان بيعرف يقرا ولا بيكتب، وبالرغم من ده كله بلف عقل العبله. العبله انا قاعد بتكلم معاك ليه بقى؟ بس يا رمزي اسكت لو سمحت يا دوله. ما انت مش فاهمني يا دوله بقى، انت ايه يا عم اللي يرميك على الكتب الاباحيه ديا؟ الرومانسيه يا سيدي، نمت على الكنبه، لازم اتعلم الرومانسيه وانا اساسا مش مقتنع بيها. طيب هقول لك يا دوله، انت قلد الافلام الغرمانيه يا عم، يعني مثلا عندك فيلم الوساده الباليه. الوساده الايه؟ الباليه. انا افتكرتك قلتها غلط. ماله ده؟ لا سيبك من ده يا عم، بص يعني مثلا ايه فيلم حبيبي نائما. ايه يا ابني الوساده الباليه وحبيبي نائما؟ يخرب بيتك يخرب إيه؟ انت على طول الحب بالنسبه لك كسل ونوم. بس يا رمزي انا عارف كويس قوي انا الحالة دولة. امي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وانت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة، انا بعيط بسبب التليفاكس يا. وقف لك في زورك يا، اشرب شوية مية. يا دولة انا مهما شربت صغير، انا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى ان انا مخنوق. اللي تغير قلبك انت، اصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 ايام. ليه دولة؟ نفس الوزن، عن نسيان 6 ايام، وعارف كمان مخصوم لك 10 ايام. لا على فكرة بقى، دي انا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على اساس انها قصيدة كهربائية يعني اي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ امي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها واقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الاول مرات عمك ومع الاقدمية بقت امك يعني ولا ايه؟ لا يا دولة، هي امي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني انا، سيبني بقوله. طب وايه المشكلة يعني لما تتجوز وتسيبك؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هو اساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيال يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. انا مش فاهم يعني، انت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، انا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني امك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده ايه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني، وكانت دايما بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده ايه النظافة اللي انت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك؟ طب دي حاجة كويسة قوي. على كده بقى انت ليك اخوات في الرضاعة يا رمزي؟ يا دولة انا كل البهايم اللي في البلد اخواتي في الرضاعة. بس على كده هتبقى مشكلة كبيرة قوي، انك مش هتعرف تتجوز اي حد من البلد، كلهم اخواتك في الرضاعة. اقول لك بص، ممكن تتجوز من اي بلد تاني، او سوق التلات يالا مليان بهايم كده. يا دولة وانا عندي دماغ بقى قاعد افكر في الجواز والكلام ده، وانا الدنيا تلاقي. والله صراحة يعني يا رمزي انا عمري ما هلاقي زيك يعني. وامك هتتجوز مين بقى؟ ابو سونيا؟ لا يا دولة، ابو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقيه. امي هتتجوز الواد جليطه. طب وانت زعلان انها تتجوز؟ ما تسيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها او تفرح بشبتها. طب يا دولة انا دلوقتي اعمل ايه طيب؟ تعمل ايه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دولة حبيبي، بقول لك ايه يا دولة يا ابن عمي يا حبيبي، انا دلوقتي عايز يعني اجيب البهيمة سونيا، اقوم فرش لها هنا هون في المخزن، وتقعد بقى هنا هون كده علشان ارجع انام في حضنها تاني واشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف هذا رمزي، لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البازار، عارف هعمل ايه؟ مش هتقدر تمد ايدك عليها طول ما انا عايش يا عادل يا سعيد. بتعلي صوتك عليا يا واد، انا اقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده انا ممكن ابلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولة الاول، لا يا دولة. لا خلاص، انا كنت بهزر. يالا يا رمزي، مش مسؤول يا دولة. يالا يا رمزي، بتوع الكلاب مالهم ومال الجواميس؟ يالا يا دولة، ولا يالا بهزر. ولا 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 يا دولة.
انت ايه يا عم؟ انت هتفضل مقعد كده هو دولة؟ انت فكرني ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نو في البازار. دولة انا عطشانه، دولة عطشانه. ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها؟ انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشربها خالص. الو، ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي، ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمر. ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. يا دولة على طيبتك يا دولة، يا دولة دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولة، نلوي دراعه. كنت تطلب بدل ال 30,000 دولة 5,000. اكتر من بص يا رمزي، انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم، ماشي؟ عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولة. بقول لك يا دولة، خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله؟ اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشبال يا هبل يا هبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دولا، شكرا دولا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصه. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم، اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك ما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه؟ يجي مكان القرد؟ لا لا لا، رمزي بطل. لا احنا عايزينه في نمره ثانيه خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى؟ ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم، انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3-4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه بالكهرباء على رمزي. الله يا دولة الله يا دولة. رقصه ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس. اللي يمني يا استاذ، اللي يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5,000 جنيه من اصل 30,000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامة. الف سلامة. سيبه يلا سيبه يلا سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولة؟ ده غريب قوي. السلام عليكم. فليكن معلوما للجميع انني لا ارغب في المناصب، ما بيهمنيش المناصب، لكن من طالما انتوا شايفين كده ماشي ولا غلط؟ غلط. ايه ده يا عم اللي جاي بيتنك علينا ده؟ يعني ايه اللي مش همه المناصب؟ ولا بيتنك على المناصب ومش ليه يعني؟ من فضلك من فضلك، ليه بتقطعني في خطبتي؟ انت مش هتاخد الكلمه بعدي؟ ماشي هاخد الكلمه بعدك، بس هاخد ان شاء الله المنصب ده قبلك ان شاء الله. يا دول اسيبه بقى يقول الكلمتين اللي عنده عشان ما يوقعوش منه، ونقعد ندور بقى عليه. قول 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 قول. يا جماعه يا جماعه، كل واحد يقف في طابوره ويتكلم ويقول الكلمتين اللي عنده وبس وبس. انه في الحقيقه انا ما عنديش خطه، لكن بعون الله هنفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا
يعني انت مفيش في دماغك حاجه خالص؟ حاليا مفيش. يعني هتقول ايه دلوقتي؟ اضرب بمن انه في هذا الموضوع مفيش. الكلام اللي احنا سمعناه ده وبس بس مفيش. حس بقى ان هو مفيش. استاذ عادل ممكن تقول لنا خطتك وانجازاتك؟ اتفضل. فسح فسح. سلام عليكم. وعليكم السلام. دولا 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 تيتي خدوا صابونة جابوا الهرم جنب بيتنا. عادل دولا رئيس ربطتنا. شكرا شكرا للهتاف الجماعي. شكرا. إنني أيها الإخوة التقيت بكم دلوقتي حالا لكي أقول لكم حاجة واحدة. إن هذا أيوة شيلهم دول. إن هذا اليوم يوم مهم جدا لكل أصحاب البازارات، ولو أنا منافس بالنسبة لهذا التيتي فإنني بكل تواضع أقول لكم من هذا المنصب إنه ليس قدي، لأنني سوف أنتصر عليه. وشكرا ولسه قاعدين مع بعض يعني. بقول لك يا أستاذ زول، عدم مؤاخذة يعني، أنت شغلت لي القهوة وعملت لي مؤتمر صحفي، والناس ديت ولا واحد فيهم ضرب أي مشروب يا أستاذ. لا لا بدو، أنت كده سايح له ولا إيه؟ اتكل على الله، روح هات واحد شاي قسمه على ست كوبات. يلا. واحد شاي على ست كوبات؟ طلب أي حاجة تانية حاسبوا عليها. ها؟ عناية. يلا يلا. أبو الكرم أبو الكرم عادل أفندي قلب الهرم. شكرا للهتاف الجماعي. عدوا يا رمز، عدوا عدوا. أيها الأخوة والأخوات، سيداتي سادتي أنستي، أيها الأخوة والأخوات. أستاذ عادل، ممكن تقول لنا حتة من إنجازاتك وحتة من مشروعاتك؟ أستوقفك أستوقفك برداو. لا مش أوقفك، لا أستوقفك. يعني إنها ليست إنجازاتي بل إنجازاتنا، إنها ليست مصروفاتي بل مصروفاتنا، إنها ليست ها وهكذا. أيها الإخوة، إنني لا أفعل عمل فردي ولكن عمل جماعي. أنت إيه اللي موقفك هنا على المنصة؟ أسف. إيه اللي موقفك على المنصة؟ ولهذا أيها الإخوة، نحن كأصحاب بازارات نعاني من أشياء كتيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة لأصحاب محلات الكشري، أتتذكرون ماذا العام الماضي في فبراير سنة 1999، مش يعني من فترة، أتتذكرون الحدث المؤسف الذي حدث لأحد السواح لما عندما كان ماشي في الشارع وبعدين راح هو الزحلق في كيس بلاستيك كده هو، وكان هذا حادث مؤسف بسبب ايه؟ بسبب كيس كشري مرمي على الارض لونه شفاف فلم يراه. فاكر يا لا اتذكر؟ اتذكر دول، ده انا اللي حادف الكيس ده ساعتها. ولهذا ايها الاخوه، مش عايزين الكشري في كيس دول يا افندي في الاوتوبيس. شكرا للهتاف الجماعي. شكرا يا حضره رمز حضره. ايه في الموضوع ده؟ والله بصوا، انا يعني لازم اجتمع مع اصحاب بتوع اللي هم محلات الكشري واطلب منهم ان تكون الاكياس ملونه حتى لا تزحلق عليها اي سائح، ولذلك لا نضرب السياحه في مصر. يا سلام يا سلام على الكلام اللي كله دقه وحكمه. دولا دولا هب وبان، عبى الكشري في كيس الوان. شكرا شكرا شكرا. ثانيا وثانيا اهم من اولا، محلات عصير القصب التي تجاور بطبيعه الحال محلات الكشري كنوع من انواع الحلو بعد الشطه والحراق الذي يبقى في البق، فان هذه المحلات تتسبب الينا بمشاكل كثيره جدا، منها مثلا ان بتضر علينا بعضا من الناموس والهاموش وبعضا من الحشرات الطائره والحشرات الزاحفه مثل الصرصار وهكذا. فان هذه النوعيه المختلفه من الحشرات مضره لنا. ودي هتعمل لها اكياس الوان برضو؟ لا اكياس الوان ايه، انا عايز بس استعين ببيت من ابيات الشعر لصديقي الشاعر، بيقول انما الامم الاخلاق ما بقيت فان واخلاقهم ذهبوا، ولذلك فان على اصحاب محلات عصير القصب لابد انهم يرشوا مبيدات حشريه للقضاء على هذه الحشرات، وده مطلب من المطالب الذي اطلبه لكم بنيابه عنكم. رص القصب وارمي القصب.
عرفنا كلنا. انا كنت فاكر ان هو عرفني انا وبس وبس. دلوقتي يا جماعه في بقى نقطه مهمه جدا، ثالثا ودي اهم من ثانيا ومن اولا. ثالثا يا جماعه عايزين نوحد اسعار التماثيل. ما ينفعش يبقى التمثال عند حضرتك مثلا 8-10 جنيه ويبقى عند حضرتك 8-15 جنيه، لان هذا قد يسبب مشاكل بيننا وبين بعضينا. الله، احلى كلام. كلام مظبوط. ورزقي ورزقك على الله وبس وبس. اطفي 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 النور، عادل دوله مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دوله مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دوله مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل. يخرب بيتك، سايب الشغل وقاعد بتلعب. يا لما انت طبعا الشغل مش على بالك. ايه دولا، ده انا بص، ده انا لسه غالب نفسي دلوقتي الدور، انما ايه سقع. يا تغالب نفسك ايه، سايب الشغل وقاعد بتلعب. يلا يا ما تشوف شغلك. يلا لا شغل. ايه دولا بقى، ما الشغل مريح يا دولا. مريح؟ لا فعلا فعلا مريح. ده احنا بقالنا شوف كام جزء لغايه دلوقتي ما بعناش تمثال واحد. منك لله منك لله. يا دولا والله بص بقى، فانا قلت بقى بدل ما انا اريح انا كمان كده وانا اشغل مخي. شغل مخك؟ اوعالة اوعالة تعمل حاجة زي كده، يخرب بيتك انت عايز تموت. يلا ايه ده ليه دولا، الواد فتلة هو اللي قال لي كده، هو ان الواد الحيوان ده كان عايز يبوظني. يا ابني انت اساس، وبعدين ايه اللي بتلعبه ده؟ انت موقف العسكري فوق الطابية ليه؟ يلا ما كان هياكل. ولا ولا اوعى تسمع كلام حد. يلا وتشغل مخك. يلا ده انت تموت على طول. لا دولا بجد لا شيل شيل يا دولا، شيل البتاع الطاولة دي من قدام عينيا. ده انا ايه ده، انا مشيت ورا خطوات الشيطان. الطاولة من الصبح وعمال بتلعب وفاكرها طاولة. يهبل يهبل، دي دومنة يهبل. شيل شيل. ده انا كنت هروح في شرب الكازوزة. روح في شرب الكازوزة. صح صح، شيل واوعى تعمل كده تاني. يلا على الاقل تشوف الشغل اللي انت بتشتغلوش ده، تعمل حاجة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ايها المؤمنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله. زبون يا دولا زبون. اهلا وسهلا، تحت امرك. انا يا ابني يا عمك زغلول الدافع. عمي زغلول؟ انا ابويا ما قاليش ابدا ان عنده اخ اسمه زغلول. عموما اهلا وسهلا، تحت امرك. اهلا بيك يا ابني. قل لي يا ابني، انت ما عملتش خير من امتى؟ عموما لو حضرتك عايز اي بضاعه انا تحت امرك يعني، وههاودك في الساعه. انا مش عايز حاجه ليا، انا عايز لده. الصندوق ده هو اللي عايز مسمارين ولا ايه؟ دول هو ده صندوق الدنيا. اخرس انت، يلا ما نشوف الصندوق عايز ايه. عايز ايه صندوق؟ ده صندوق الخير، عايزك تطلع اي حاجه من جيبك لله، وان شاء الله ربنا هيكتب لك بيها ثواب. والله يا عم زغلول انت اللي تكسب فيا ثواب لو مديت ايدك في الصندوق ده واديتنا اي حاجه. الحاله مريحه زي ما انت شايف اهو. حاشا لله يا ابني حاشا لله. ده المبلغ ده احنا بنلمه علشان اجره الحنوتي. في واحد مات النهارده الصبح، لمينا 1000 جنيه وفاضل 500. 1500 جنيه اجره حنوتي ليه؟ 1500 ده وافق عليهم بالعافيه. هو في حد لاقي حنوتيه اليومين دول؟ ليه يعني بيعمل ايه الحنوتي ده؟ هو يا دوبك يحفر ويردم وخلاص. يا دولا يمكن ال 1500 ده اللي هما تدولا اشتراك للعيله مش لواحد بس. يا دولا ده لنفر واحد، نفر واحد ده وافق بالعافيه، جرست عليه بالتليفون لحد ما رضي بال 1500 جنيه دول. ايه ده حنوتي عامل دعايه؟ حنوتي الامل. امل ايه بقى يعني؟ وبعدين في حد يعمل دعايه وبالعربي وبالانجليزي كمان؟ يا ابن الحنوتيه دلوقتي بقى عمله نادره، ده بالحجز بالحج زي الفرح بالظبط. حجز ايه يعني؟ انا مثلا يجيلي شويه انفلونزا احجز عند حنوتي اذ ربما. يا دولا وبعدين العربون بقى لما تخف يقوم واخده بقى يقولك دي الحلاوه، احمد ربنا انك عايش. خلصني بقى، يلا طلع الفلوس وحطها في الصندوق عشان نخلص. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي. حط الصندوق هنا يا ابني. اتفضل يا سيدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ منش شفريك من الصبح وفي الاخر تدفع 5 جنيه؟ يا ساتر. طب بلاش، هات هات هات. احسن من عينيك. اسكت، ده انت ربنا هيفقرك كمان وكمان، ومش زبون هيدخل لك ان شاء الله. شيل يعني الصندوق لفيه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبرعوا لدفن المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان. صدق يا رمزي، فكره
فكرة ايه يا دولة؟ اروح الحق واخد الخمسة جنيه؟ لا 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 لا، فكرة شغلة الحانوتي. والله ممكن، ممكن جدا. وبعدين بالنسبة للصنعة نفسها معانا الكارت بتاع الحانوتي اهو، نكلمه ونفهم منه الصنعة كما ينبغي. الله يا دولة، طب بص بقى، ابوس ايدك يا دولة علشان خاطري، ها علشان خاطري عايز اشتغل معاك مساعد حانوتي يا دولة. انا عايز ابقى جنبك على طول. بص انا زهقت من البازار دون وما بقاش ياكل عيش. البازار نفسه هو اللي زهق منك يا ابني. انت طبعا هتبقى معايا مساعد، مش دي القضية. المشكلة كلها بقى في البيت عندي، اقنعهم ازاي؟ رانيا مسافرة، مفيش قضية. لكن بقى ماما واختي ودول هقول السلام عليكم. دايما لوجه الله. يا جماعة انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحة دي؟ فضيحة ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده لبس مساعد حانوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنق، ده انا هموت من الفرحة. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحة دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجة. رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، مش كده هذا ولا ايه يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه؟ انا عايزكم بقى في حاجة تانية خالص. انا عايزكم يا جماعة تساعدوني ان الاقي اول زبونة ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بحياتك؟ لا لا، انتوا لسه بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجة تانية خالص. انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره، اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا. انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبة؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حانوتي. فكر في اختك، لحمك ودمك. لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحانوتي. فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميله في المدرسه؟ بابا حانوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا، انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندويتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا يا سناء. ده انا بقالي يومين هفتانه وبهبهب على حته لحمه. اجيبي حته حماتي. لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما. ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهارده. يا خبر ابيض، اقسى عليا. لا انا اسف يا ياسمين يا حبيبه قلبي، انا اقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خد يا ست المية جنيه دي لهمت، خديهم اهمت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي اهمت كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينه. ايه ده يا بنت؟ ايه ده يا بنت؟ انت بتاخدوا المصروف من عمو رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا عقبال مصروفتي تخلص هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات. معقولة يعني؟ معقولة؟ ايه كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني؟ اللهم صل على النبي. انت مالك يا عم؟ خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير. وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان، انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت اسلوب الشحاته ده؟ يعني كل يوم اسلوب شحاته. الحاح مش عارف. مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصلي نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي. طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى. تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما
ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلي لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي صحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعمايلك السودة يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجة لسه؟ ماشي يا سناء. 3700 جنيه فاتورة التليفون ليه؟ طب وفيها ايه يا دولا؟ انت دايما كده هون بتكبر المواضيع يا عم وبتعمل من الحبة كبة. كبة تاخدك يا اخي. يا اخي انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ مش كفاية الفاتورة المهببة اللي جاية لي دي؟ انا مش عارف اعمل ايه، والله ما عارف اعمل لهم ايه. ومش كفاية يا استاذ يا اللي عامل لي فالح الراجل اللي احنا بعتناه الاقصر بدل ما نوديه سقارة؟ طب وفيها ايه يا دولا؟ يعني ما الاثنين فيهم اثارات يا دولا. انت جبت التايهه فعلا، الاثنين فيهم اثارات، بس واحده بقى في الشمال وواحده في الجنوب. طب وده ذنبنا بقى اللي خلي بقى واحده في الشمال وواحده في الجنوب يا دولا؟ بتيجي تلومني؟ لا ذنبنا يا استاذ، ذنبنا ان انا استعنت بيك ووظفتك عندي وخربت بيتي يا رمزي. يا استاذ عادل، انتوا مش هتشربوا حاجه بقى ولا ايه؟ عايزين 3 كوكتيل يا حته. ايه 3 كوكتيل دي؟ ليه 3؟ ما احنا 2 بس يا دولا. يمكن في ضيف يجي ولا حاجه. ضيف ايه واحنا قاعدين في الصالون؟ ياض مش كفايه فاتوره التليفون ام 3700 جنيه؟ يا نهار اسود، 3700 جنيه فاتوره التليفون؟ طب ده القهوه اللي اسمها قهوه والتليفون بتاعته جاري ما بنتكلمش ب 1000 جنيه، ودول بتتكلم بهم لوحدك يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي مش لوحدي، معايا في البيت 6 ستات كل واحده فيهم بتمسك التليفون بالنهار وبالليل، لدرجه ان انا ما برجع بالليل بلاقي التليفون بينهج يا عيني. هم الستات دول برضه رغيين بوعدين، دول 6 ستات يعني. اقول لك إيه؟ انت بتتكلم على ايه؟ ايه ده؟ بتتكلم على اهل بيتي؟ انت بتستهبل يالا ولا ايه؟ انت بتتدخل في الامور الشخصيه ليه؟ علي انا غلطان، مع اني كنت هحلها لك واريحك من الفاتوره الجايه خالص. تريحني من الفاتوره؟ ولا رمزي قوم يلا. نعم. قوم اتفضل يا حته، اتفضل قوم يلا قوم. ما هو دول يا حته. تشرب ايه؟ مش هشرب من القهوه هنا عشان المشاريب هنا كلها مضروبه والشاي بتاعها كارف. هات من القهوه اللي جنبينا. ولا رمزي بسرعه 2 شاي من القهوه اللي جنبينا بسرعه. عينيا يا دول هوا. قول لي بقى ايه الحل يا حته؟ تعمل يا باشا زي المعلم بتاع القهوه، تعمل كوين للمكالمات التليفونيه. كوين اما حته؟ ايوه. لا حتة فكرة يعني فظيعة والله. وعندك 2 شاي وواحد كوكتيل كبير ليا من القهوة اللي جنبينا عشان شاي القهوة دي كارف. هلا يا رمزي. نعم دولا. ايه اللي اخرك في المش... اهدى دولا اهدى دولا. معلش يا دولا، والله العظيم انا قلبي عليك يا دولا، انا مش عايزك يا عم لا تروح في الكازوزة. ما تجيبليش سيرة الكازوزة دي، كفاية غطياني الكازوزة والبيت اللي اتملى كازوزة. يا دولا، طب وهنعمل ايه في الهباب اللي احنا فيه دلوقتي؟ اللي احنا فيه ايه؟ انت مالك انت؟ انا والله ما عارف اعمل ايه يا رمزي، انا مش عارف اعمل ايه، في اكتر من ان انا جبت قفل للتليفون وطفشوه. ايه ده؟ طفشوا القفل؟ ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي يا دولا؟ لسه ما رجعش. انا غلطان، انا غلطان، انا بتكلم مع قفل زيك. يا دولا والله انا بهزر يا عم والله. اكيد رجع طبعا. هو ايه اللي رجع يالا؟ ولا بص، انا مش ناقص غباوتك. مفيش بقى غير الحل اللي انا عملته، عملت لهم باسورد للتليفون. يا خبر ابيض. طب افرض دلوقتي بقى طفشوا الباسبورد ده زي ما طفشوا القفل قبليه. باسبورد ايه اللي طف؟ ولا اطلع برا يالا، اطلع برا. ايه دولا بقى؟ احنا في القهوه يا عم مش في البازار، كل شويه هتطردني. احنا في القهوه صح، هطلع انا برا. ماشي اطلع برا. انت ايه بتبرطم ولا ايه؟ لا مبرطمش. بتبرطم؟ لا باسبورد. ماشي. تشيتا بيبي. اتشي ايه ده؟ عمري ما شفت ودن احلى من كده. بسبوسه. بقول لك يا بيبي، مش معقوله يا بيبي كده ما ترضاش تديني الباسورد بتاع التليفون عشان كده؟ انا اساسا مراتك حبيبتك نسنوستك فزعتك لما تحب تطمن عليك، لاني بقلق عليك وقلبي بياكلني جدا ابقى اعرف اكلمك. رانيا لو سمحت يا رانيا، ما تاخديش الاسلوب ده عشان تقنعيني ان انا اديك الباسورد ده، لان ممكن اضعف وانت عارفه ان ممكن اضعف، بس مش هديك الباسورد. يعني ايه ده اقل حقوقي كامراه ان اعمل اللي انا عايزاه؟ ايه ده؟ ايه قلبه الشخصيه المفاجاه دي بعد ما كنت مره واحده تقلبي ليه كده يا ماما؟ ليه عادي؟ ده اقل حقوقي كمرأة ان انا اتكلم بالتليفون بحريه وطلاقه. طلاقه ايه؟ وانت هتتكلمي لغات في التليفون ولا ايه؟ بقول لك يا عادل، انا عايزه باسورد. بص يا رانيا، مفيش باسورد ولا اي حاجه من دي، كل الناس اللي موجودين في البيت محدش فيهم هيتكلم في التليفون من غير الباسورد، وانا نفسي مش هتكلم في التليفون خالص.